السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من عجائب الدنيا حصلت قبل 9 سنوات في المغرب في مدينة برشيد التابعة للدار البيضاء. في سيدة كانت تعاني من آلام ونتيجة الحمل يعني، وهذا أول حمل لها رغم أنها كانت في الأشهر الأولى. راحت للمستشفى اللي في المدينة نفسها. المهم دخلت على الدكتور ودخلوها إلى غرفة الملاحظة وتقول إن أنا أعاني يعني من آلام نتيجة الحمل شوي وتزيد عندها الآلام، فصارت تصرخ وكذا. شوي قالت لهم يعني أبي أدخل تكرمون الحمام، قالوا لي ساعدوها الممرضات. دخلت الحمام شوي ويسمعون صراخ داخل الحمام وأغمى عليها، يعني من صوت السقوط وكذا عرفوا أنها سقطت داخل تكرمون الحمام. المهم ويفتحون الباب نصب، ولا هالمرأة المسكينة طايحة على الأرض والأرضية كلها دم، ومبين إنها أجهضت الجنين اللي في بطنها. على طول أطلبوا الدكتور وهرعوا طاقم الطبي لمساعدتها ومسحوا الأرضية وشالوا اللي هي الجنين القطعة. هي تعرفون أنتم في بداية الحمل يكون الجنين عبارة عن قطعة من اللحم، صحيح أن شوية ملامحة تبين لكن بدون روح، لأن هي تقريبا في الشهر 3 أو 4. وحطوها على السرير وبدوا يحطوا لها المغذي ويحاولون أن يساعدونها. البنت صحت وصارت تبكي وحزينة وأن هذا أول حمل لها وأن أجهضت ومن هالأمور. لكن وين الصدمة والكارثة؟ الدكتور اللي أشرف على حالتها لما شاف الجنين اللي أجهض وشاف حالة المريضة كان في حالة صدمة وذهول، وما هو عارف كيف يصارح المريضة بالحقيقة اللي اكتشفها. المهم جاء زوجها، وأمام الزوج والمريضة نفسها قال والله أنا بقول لكم شيء وصراحة ماني عارف شلون أفاتحكم في هالموضوع. خير يا دكتور، شو اللي صاير؟ هل هذا رح يسبب يعني مستقبلا عدم الحمل أو كذا؟ قال لا لا لا، الموضوع أكبر من هالشيء هذا. قالوا شنو في بعد؟ قال لهم الجنين اللي أجهض ايش فيه؟ قال فيه تشوهات غريبة عجيبة، أول مرة في حياتي من درست الطب ومن اطلعت على كثير من الحالات واللي سمعت فيها ما مر علي تشوه جنين بهالصورة هذه. ليش؟ فهمنا يا دكتور. قال والله ما ادري ايش اقول لك، الجنين يعني في تشوه خلقي، استغفر الله ما يجوز واحد يقول تشوه خلقي، يعني الجنين فيه إعاقة او فيه تشوه يعني ما هو طبيعي. المهم استدعى طاقم من الأطباء علشان يشوفون الحالة هذه ويساعدونا في تحليل أو تفسير هالحالة العلمية الجديدة عليه. كانوا مذهولين، فرجعوا مرة ثانية للزوج والزوجة قالوا والله ما شي نقول لكم صراحة، بس
الجنين فيه مميزات يعني حيوانية. شنو؟ قالوا إيه نعم، الجنين له يعني أقدامه فيها طول بشكل كبير على غير الطبيعي يعني، وإيدينا قصار أكثر من اللازم، ورأسه كأنه يعني كأنه رأس الكنغر أو رأس الفار أو رأس يعني الحيوان هذا يعني. وإحنا لازم يعني نخضع جثة الجنين للتشريح أكثر وأكثر، لأن ما حد عارف يعني شنو المشكلة في هالتشوهات يعني من شنو. بالإضافة إلى أن الزوجة لازم إحنا نخضعها لعملية تنظيف، وهذا شيء يعني روتيني يحصل عند الإجهاض. الزوجة قالت لا مستحيل، أنا ما راح أوافق ولا راح أجري عملية تنظيف، وأنا الحمد لله ما فيني شيء الحين. الزوج قال براحتكم، أنا مالي شغل أصلا، أنا بيني وبين زوجتي خلافات، وأنا علشان بس سمعت أنها يعني دخلت المستشفى جيت، لكن إحنا ترى على وشك الانفصال والطلاق، وأنا مالي علاقة. هي تبي توافق على عملية التنظيف توافق، ما توافق أنا ما راح ألزمها ولا لي علاقة. وطلع الدكتور محتار، والدكاترة اللي اجتمعوا على جثة الجنين يعني أصيبوا بدهشة. شنو هالشكل هذا الغريب؟ يعني لو انه طلع حي شو ممكن يعيش بهالشكل هذا، شكل الكنغر او شكل الارنب او شكل. لكن يوم حاولوا يضغطون على المريضة انها تجري عملية التنظيف، ومع اصرارها بالرفض بدأوا يحسون في شيء يعني ما هو طبيعي في الموضوع اصلا. ليش ما تبين يعني؟ هذا ترى من مصلحتك وعلشان حالتك الصحية بكرة، لأن التنظيفات هذه ضرورية. قالت لا ما أبي. ولا واحد من الدكاترة اللي قاعد يطالع جثة الجنين ويحاول، قال يا جماعة أبي أقول لكم شيء، بس لحد يعني يضحك علي أو. قال شنو تفضل؟ قال هذا ما هو بشر، هذا كأنه أرنب. قالوا له إيه صح، هو في تشوه. قال لا مو تشوه، هو فعلا أرنب. وظهر الدكتور هذا يعني ياكل أرانب أو يعني يعرف أشكال الأرنب يعني. قال هذا أرنب صغير لكن تم سلخ جلده. شنو؟ اي نعم، سالخين جلده وفروة الراس وكذا، وصار كأنه جنين صغير. كلامه أذهلهم، لكن ارجعوا يدققون مرة ثانية، ولا فعلا كلامه صحيح. اي والله هذا أرنب، هذا ما هو بشر أصلا ولا في أي ملامح من البشر، لكن اختلط عليهم الأمر، لأن تعرفون الجنين لما يكون صغير يكون شكله يعني غريب، كأنه فعلا كأنه من مواليد الأرانب يعني. لكن هذا فعلا أرنب. فسأل قال يعني من اللي ولدها؟ قالوا لا هي ما ولدت، هي جهضت. قال في أحد كان واقف يعني لما هي يعني تمت عملية الجهاض أمامكم يعني؟ قالت لا دخلت الحمام. قال يبا هذه كذابة. على طول استدعوا رجال الأمن أو بدأ التحقيق معها، وانهارت المرأة واعترفت بأن فعلا هي ما كانت حامل، وأنها سوت هالتمثيلية، وأنها أخذت معاها الأرنب هذا اللي أصلخت إيه بنفسها، وجابت بعض الدماء ودخلت للحمام وسوت مسرح الإجهاض،
وعلشان يعتقدون انها اجهضت وانهم ما راح يدققون يعني جنين وتم اجهاضه يعني في بداية العمر يعني امر طبيعي ما توقعت ان احد راح يدقق يعني بشكله. قالوا له الحين خلينا من التمثيلية من هالفيلم الغريب العجيب اللي انت سويتيه، نبي نعرف شنو الاسباب. قالت انا اقول لكم، زوجي الان مقدم على قضية للطلاق ويتعذر في القضية ان سبب الطلاق هو انها ما تنجب. تقول لذلك يعني انا حاولت بهالطريقة هذه اني احصل على تقرير من المستشفى يثبت اني انا اجهضت، وهذا دليل على اني انا ما عندي مشاكل في موضوع الانجاب واقدر اقدم هالتقرير هذا الى المحكمة واستطيع من خلاله اني اقلب القضية ضده واني احصل على النفقة واحصل على مستحقاتي ومن هالكلام هذا. يخرب بيتك. لكن انا بقول لكم شغلة، هذه المرأة من وين جابت الفكرة؟ انا اقول لكم جابت الفكرة من امرأة بريطانية ولدت عام 1703 ميلادي، اسمها ماري توفيت. هذه امرأة من عائلة انجليزية فقيرة. هذه ماري لما كان عمرها 17 سنة تزوجت من رجل اسمه جوشوا وجابت منه ولدي. لكن ماري حاولت كثيرا ان تحصل على الشهرة وان تكون يعني معروفة وتسلط عليها الاضواء وكذا، حاولت كثير في حياتها لكن دائما تفشل، الا في ذاك اليوم اللي دخلت فيه للمستشفى عام 1726 ميلادي، وهذا كان وقت حملها الثالث. لما دخلت للمستشفى لأنها تبي تولد، وفعلا في وقت الولادة وكانوا يشرفون عليها الأطباء وتولد أرنب. شنو؟ اي نعم، ولدت أرنب. دكاترة واقفين فوقها يعني، ولدت أرنب. انجنوا العالم والأطباء استخفوا وتجمعوا عليه، شلون كذا، ولا هذا فعلا أرنب صغير، جنين الأرنب. شوي تولد الأرنب اللي بعده واللي بعده، كل ساعة نصف ساعة تولد لها واحد اثنين، إلى أن وصل عدد الأرانب اللي ولدتهم ماري توفيت 15 أرنب. يعني مو دخلت تكرمون الحمام وسوت تمثيلية وجايبة معاها أرنب، لا لا، هي ولدت يعني بإشراف ممرضات ودكاترة واللي تجمعوا علشان يشوفون هالحالة الغريبة اللي أول مرة يسمعون فيها بالتاريخ، وأمامهم كل شوي والدة جايبت لهم أرنبين ثلاثة 15 أرنب، حتى سموها أم الأرانب هذه ماري، لدرجة أن الملك ملك بريطانيا جورج الأول اهتم بهذا الحدث الغريب وأرسل أطباء مختصين من قبل المحكمة العليا عندهم في بريطانيا علشان يشرفون على هذه الحالة الغريبة وأنها يعني تسجل في التاريخ، يعني يكتبون عنها دراسة يعني. وقال أبيكم تسهلون لهذه المرأة جميع احتياجاتها وتحطونها في أفخم بيت وتوفروا لها جميع المستلزمات اللي تبيها. أقول لكم اهتموا في ماري وفعلا أصبحت من أشهر الناس في ذاك الوقت. لكن
بعد فترة أحد الأطباء قال يا جماعة هذول اللي ولدوا كلهم ميتين، ومبين هو ماخذ له واحد من هالأرانب الميتين الجراوة اللي ولدتهم، طبعا كانت ولدهم ميتين، قال هذا الجنين ميت صار له يومين تقريبا، يعني ما ولدتهم فريش وماتوا، لا يعني مبين شلون هذا اللي خلاه يبدأ يدقق في الموضوع وصار يهتم، وأقول لكم العالم والصحافة وهذا يدقق في موضوع الخمسة عشر أرنب، وشلون هالمرأة تولد أرانب زين عندها أولاد، أولادها في صحة وبشر وما في، ش معنى هذول جابت خمسة عشر أرنب شلون؟ المهم يوم دقق قالهم يا جماعة والله أنا شاك في الموضوع، في شيء غلط، قالوا له شلون يعني احنا شفناها بعيوننا وهي تولد وممرضات والعالم قال لي بس انا شاك، حتى اللي قاعد تولدهم ما ولا واحد فيهم صاحي، 15 ارنب ما فيهم واحد على الاقل مات بعد لحظات من الولاده، كلهم ميتين داخل، زين لما مات داخل بطنها مثلا ليش ما جت اليوم اللي قبله اللي مبين هذا ميت صار له يومين، والجنين إذا مات ما يطول داخل البطن، لا أنا في شيء غلط لازم يعني، قام ينشر هالفكرة بين الأطباء وصاروا يهتمون وبدأوا يستوعبون شوية من يعني راحت الصدمة وجت يعني راحت السكرة وجت الفكرة، يعني شوي استوعبوا بعد الصدمة اللي شافوها وبعدين صاروا يدققون والله ترى كلامه صحيح، يعني شلون امرأة وتولد 15 أرنب شلون يعني الزوج مو أرنب هذا موجود جوشوا هذا شلون، يوم دققوا دققوا وبدأ يحققون معاها ويحاولون فيها مني منك وتبطل جربة واخذ عندك هالصدمة، لا وبالاتفاق مع زوجها علشان تلفت أنظار العالم لها قامت وطلبت من أحد الأشخاص أن يجيب لها مواليد الأرانب، يعني يشوف أرنوبة أول ما تولد يجيب عيالها، جاب لها 15، تعرفون الأرانب يجيبون واجد يعني، خذتهم ومعاها زوجها طبعا وحطتهم داخل جسدها، واليوم اللي بعده سوت التمثيلية ودخلت للمستشفى وفعلا صارت تولد قدامهم، وهذا اللي جننهم يعني، لما اعترفت وراحوا ألقوا القبض على الشخص اللي جاب له الأرانب وقال نعم بس أنا ما كنت أدري إنها إيش تبي فيهم، يعني أنا سمعت بعدين إن ماري لأنها صارت مشهورة في بريطانيا كلها، فسمعت انها جابت ارانب وهني انا يعني انصدمت، قلت معقوله اللي انا جبتهم لها راحت يعني تسويهم ان هذول عيالها، لكن خفت على نفسي الا لما انتم جيتوني بعد اعتراف، انا صراحه ما اقدر انكر وانا ما كنت ادري انها تبي تسوي هالشيء هذا، المهم اكن بالطويله صارت هالسالفه مسخره في بريطانيا، على منو؟ على الأطباء اللي أشرفوا على ولادتها تدرون فصلوا جميع الأطباء اللي كانوا واقفين اللي قالوا إيه نعم وهذا شيء غريب، واللي بعضهم طلع وقام يحلل والله ممكن إن الإنسان يولد حيوان وممكن يحصل كذا، هذول كل الأطباء اللي كانوا مصدقين السالفة وتكلموا وبدأوا يتفلسفون يعني كلهم فصلوهم، المهم أكون بطويلة طبعا هذه أم الأرانب ماري أطلقوا صراحة بعد أسجنوها كم فترة يعني وأطلقوا صراحة في عام 1763 أسجنوها أكثر من مرة
بقضية سرقة كانت يعني تحاول تدور أي شيء ممكن يخليها تنشهر من جديد، إلى أن ماتت وهي تحاول للوصول إلى الشهرة، تبي تثبت حق الناس أنها امرأة معجزة وكذا. مثل هالنوعية في موجودة ترى الآن موجودين في السوشيال ميديا، والله مستعدين يسوون أي شيء أي شيء علشان تسلط عليهم الأضواء. قاعد تشوفونهم أنتم شلون يمسخرون نفسهم، شلون يسوون حركات غريبة ويتبجبجون، تتزوج وتطلق بالسوشيال ميديا. يعني عادي الفترة الأخيرة اللي راحت تولد وخلت زوجها يصورها وهي تولد، وش مسخرة صارت، مسخرة عادي. ناس ما عنده ترى كرامة. وبعدين بقول لكم شغلة واسمحوا لي على هالفكرة، لكن ترى قبل السوشيال ميديا في زبالة في المجتمع، كل المجتمع في زبالة قبل السوشيال ميديا، لكن هذول الزبالة تحولوا إلى مشاهير يعني أفضل ما يعني يلوثون بالشوارع أفضل ويغتنون بسرعة، ومدام هم مسخرة مسخرة يعني، فعندهم السوشيال ميديا أفضل من أنهم يكونون يعني مسخرة في الشوارع. أنت فهمتون شو أقصد؟ يعني يعني لقوا طريقة لنشر يعني أخلاقهم الفاسدة لكن بطريقة أسهل ومريحة، وفعلا نجحوا، صاروا يعني يرسلونهم دعوات ويجيبونهم الحفلات ومعطينهم قيمة في المجتمع. يعني هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.